شهدت بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون مولد عدد من النجوم الذين يشاركون للمرة الأولى، أبرز هؤلاء الصاعد أبلي جالو بطل منتخب غامبيا صاحب الرقم 3 في صفوف الحصان الأسود بالبطولة. يبلغ جالو 23 عاماً ويلعب بالدوري البلجيكي ضمن صفوف فريق سيرينغ بالدرجة الأولى. شارك جالو لعدة سنوات بالبطولة الفرنسية مع فريقي أجاكسيو وميتز الذي اكتشفه في أكاديمية جينيراسيون فوت. سجل جالو هدفين لمنتخب غامبيا حصد بهما 6 نقاط من انتصارين أمام منتخبي موريتانيا وتونس، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية. ومن بين النجوم الذين تألقوا في البطولة، المغربي أشرف حكيمي سجل هدفين من أجمل أهداف البطولة، وتستمر القائمة لتضم حارس سيراليون محمد كامارا الذي حصل على جائزة أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده مع الجزائر. من نجوم الكان إبراهيم سانجاري لاعب منتخب كوت ديفوار والمحترف في آيندهوفن الهولندي، لفت إليه الأنظار في مشاركته مع منتخب الأفيال، والدور يأتي على الهداف فانسون أبو بكر نجم منتخب الكاميرون والبطولة، والذي يحمل أحلام أسود الكاميرون نحو التتويج. في الكاميرون نجوم ساطعة وأخرى اختفى بريقها بعد الوداع.